مرحبا بكم فيديو جديد، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. سنه سعيده تدخل علينا وعليكم بكل ما تمناو بالصحه والسلامه والخير. شكرا بزاف على الفيديو ديال الشاورما الاخر، شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على التعاليق الراقيه ديالكم. البنات اللي كيكتبوا لي في الخاص باش نبوستي لكم كل نهار ولا كل دو جوغ لي غوبا اللي كنوجد. انا الاختصاص ديالي ماشي هو لا كويزين، الصراحه لا كويزين هي هوايه ديالي وكنعشق ندخل لا كويزين ونوجد ان غوبا ونديكوري. كنعتبر لا كويزين سي كوم ان اتيلي ارتستيك، فيه لي كولور ديال لي زيبيس، فيه الماتيريال، فيه كلشي باش خرج ان بلاطو اللي هو ارتستيك اللي كيجي زوين في العين وكدوز به ان ميساج دامور لوليداتك ولراجلك والناس اللي كيجيو عندك. بحال ملي كتكون عندنا شي مناسبه وكيجي عندنا شي واحد كنبغيو نكبروا به، كنوجدوا له ان غوبا سبيسيال، وهذا هو الطبخ بالنسبه ليا. ما العمل ديالي مختلف تماما على الطبخ، هما جوج المجالات مختلفين. في المجال الصحي كنشتغل كاخصائيه علاج طبيعي، والمجال الرياضي كاجونت فيفا ديال لي زونترينور ولي جوار وستاف تكنيك ديال الفوتبول اللي هو السوكر ديالنا هنا في كيبيك. الوغ سي سا هادشي علاش غتلقاوني في القناة ديالي، كنحط فيديو كل اسبوعين، جمعة ايه وجمعة لا. واللي بغيت نقول لكم انه مداخل القناة ديالي مخصصها للاطفال التوحد في المغرب، اللي انا كندير كونفيرونسيار ديال لي مامون دي زونفون اوتيست او ماروك. دابا غندوزو لا كويزين باش غنوجد لكم ان غوبا سبيسيال اللي ما كيخطاش حتى شي بيس مغربي، ساهل وسريع واقتصادي وكلشي داكشي ولذيذ، هذا هو المهم. غادي يكون بشراكه مع قناه المطبخ المغربي اللي كنقول لهم سنه سعيده لكل الطاقم ديالهم الاحترافي الرائع. تدخل عليكم هاد السنه بالنجاح والاستمراريه وكل ما تمناو. الوغ تابعوا معنا. الوغ اللي غنقدم لكم اليوم تورتا اسبانيول، غير هي غادي تكون شويه باللمسه ديالي. غادي نديرها انا، ما كتعجبنيش تكون ناشفه، كندير فيها اون صوص اللي غادي تشوفوا معايا دابا، وغنرافقها مع دي ستيك ستريبس بلون. كتشوفوا ولدي هو اللي كيقطع لي بطاط صغيورين، كنبغي نديرهم صغيورين في التقطيعه باش كيجيو المنظر ديالهم زوين، و او ميم طون كيتعلم لا كويزين حتى هو، لانه هو عنده لا مالادي سيليا كل سونغلوتا، وخاصني نعلمو من دابا وهو صغير لي بلا اللي كيعجبوه يدخل يتعلم ليهم بوحدو، باش منين يكبر ان شاء الله لا ما لقاش داكشي كيتباع على برا ولا ما لقاش شي حد يوجدو له يوجدهم بوحدو. الوغ سي سا، البطاطا تكون بهاد الكارويات صغيورين. الو حطيت هنايا البطاطا الثقله، خاصها تكون غير شويه دوغي، ما تقصحش بزاف باش تجي فتيه في التورتا ديالنا. هنا درت البيض،
غادي نزيد عليه شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، غادي ندير فيه لي باطات ديالنا، غادي نخليوها على جنب وندوزو نوجدو لاصوص ديال لي شامبينيون. الوغ فوالا، نقيت هنايا لي شامبينيون، ناخد منهم لي كفاني باش غادي ندير لاصوص شامبينيون. نقطعهم هكا خصهم يجيو طرونش هكا، هذا كافي. أول إطار هو غادي نسخن المقلة، كندير فيها معلقة كبيرة ديال الزبدة، هاد الزبدة غادي ندير البصلة. الوغ نصيحة لأي حاجة طيبتوها فيها الشامبينيون، حكو فيها شوية سكينجبير فخي كيعطي مذاق زوين، و كاين الدفو لا كان مسمم. طيلة ها هي تحمرات، غنزيد عليها لي شامبينيون اللي قطعنا، نزيد عليها حتى لي شامبينيون اللي غنديكوريو بيهم يتسوطاو. غندير اليازير تا هو فخي، ها هو وزيت العود، زيت الزيتون ديالو. دابا فينالمون غادي نزيد لا كريم دو كويسون، تقريبا كاس كبير ديال لا كريم دو كويسون، ونزيد عليه الفرماج. الفرماج اللي عندكم حكوه، ولا انا عندي هذا ميلونج ايطاليانو ديال لي كاتر فرماج. نخليه بحال هكا تيتجمع. الدغنيي طاب لي هو غادي نقطع هذوك لي ستيك ستريبس ونطيب التورته، ايوا وصافي ونقدموها ان شاء الله. خصهم يجيو هكا. الوغ في هاد السكيك غادي ندير بزيرة، شوية د مليح، شوية ديال الزبدة، معلقة. السكيك كيجيو هكا محمرين. غادي ندوزو نطيبو الطرطة ديالنا، غادي نديرها على عافية عالية. اللي زدت فيها هو المعدنوس في الاخر، وخليت شوية لا ديكوراسيون. غندير جوج طورطات وغنديرهم على دوز ايطاج. غادي ندوز نطيب طورطة،
غادي نقلبها للجهه الاخرى. الوغ هاد الاولى طابت، غادي نحطها هنايا ونطيب الاخرى بنفس الطريقه. غادي نحط هذه لتحت وهذه غتجي فوق منها من الفوق. هنايا كندير دي زيبينار في الجناب يعطيو منظر زوين. غندوزو نحطو الطورطة ديالنا. الوغ درت هنايا كوش ديال لاصوص شامبينيون لي صاوبنا أونصومبل. غادي نحط فوق منها الطورطة لي صاوبنا التانية. وغندير لاصوص شامبينيون لي بقى. كتجي وكنزيدو من الفوق شوية ديال المعدنوس بوغ لا ديكوغاسيون. ألوغ فوالا، هادي هي لاتوش فينال ديال التورتة. هنا غادي ندير ليكم عصير ديال الباربا. هنا عندي كاس كبير ديال الليمون، غادي ندير فيه دي كوب ديال التلج، بنانا، وجوج باربات سلقتهم ونقيتهم. كنحلي هادشي بسيرو ديرابل. الا ما عندكم سيرو ديرابل، انا كنستعملوه بزاف في كلشي. الا ما عندكمش سيرو ديرابل ديروا العسل ولا السكر. نتمنى على الغسيل ديال اليوم تكون عجباتكم. خليكم في امان الله، والى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.